ونروح لحكم تاريخي. النهارده الإدارية العليا أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن على الحكم الصادر في العام 2015. إيه بقى الحكم اللي صدر في العام 2015 ده بخصوص جامعة دمنهور؟ عارف أنت جامعة دمنهور صدر قرار في العام 2010 بتكوين أو بإنشاء جامعة أهلية في دمنهور بمحافظة البحيرة تضم بعض الكليات للتخفيف على أهالي محافظة البحيرة، وهي واحدة من أكبر المحافظات. ضمن الكليات اللي تم إنشائها في دمنهور كانت كلية طب أسنان. كلية طب أسنان تم افتتاحها في العام 2015 بدفعتين قوامهم 320 طالب، لكن فوجئ الطلبة كعادة بلدنا يعني ان احنا بنفتح العام الدراسي واحنا ما عندناش تخت وما عندناش مناهج ولسه ما طبعناش الكتب، بيجي علينا الشتاء واحنا لسه مش مستعدين ونبدأ نستعد بعد كده. حتى الجامعة جامعة دمنهور لما فتحت في 2015 دخل الطلاب لا لقوا معامل ولا لقوا مناهج ولا لقوا أدوات ولا لقوا أي حاجة يتعلموا عليها، لدرجة ان في كلية طب أسنان كانوا بيدرسوا أعزك الله على أسنان جاموسة، وده اللي جه في حيثيات الحكم لما تقدم أولياء أمور 320 طالب من طلبة أسنان جامعة القاهرة للقضاء يشتكوا أن الجامعة أو الكلية ما فيهاش الإمكانيات وأن الدراسة بتتم على أسنان جاموسة. فوقتها كان فيه حكم تاريخي بإغلاق الكلية أو إغلاق الجامعة وتوزيع الطلاب على الجامعات الأقرب، وكانوا أربع جامعات: جامعة اسكندرية، جامعة طنطا، جامعة كفر الشيخ، وجامعة المنوفية تقريبا. وبالفعل تم توزيع الطلاب في 2015، بعضهم النهاردة اتخرج الحمد لله. لكن كان في قضية شغالة بقى في الإدارية العليا، وجامعة دمنهور قدمت طعن على الحكم. النهاردة صدر حكم نهائي بسبب الجاموسة أو بسبب تدريس طب الأسنان على أسنان جاموسة في جامعة دمنهور. فضيحة، فضيحة بتقول لنا إن في بلدنا المسؤول اللي بياخد قرار أهم حاجة عنده الإنجاز، يحصل إزاي الإنجاز ده مش مهم، أهم حاجة عنده يعد جامعات، الجامعات إمكانياتها إيه مش مهم، أهم حاجة عنده يقول عندي جامعة في دمنهور أو عندي كلية في دمنهور. طب الكلية دي بتدرس إيه أو بتدرس للطلبة إيه أو بتعتمد إيه في المناهج مش مهم. فتبقى عندنا فضيحة زي دي هتفضل شاهدة يعني على مر الزمان على إن بلدنا اللي بياخد القرار ما بيحسبش هيوصل إزاي للنتيجة. مبروك ل320 طالب وطالبة الحكم التاريخي واللي النهاردة بيحتفل به الطلاب وأسرهم والمحامي أو المحاميين بتوعهم بقفل هذا الملف تماما بعد رفض الاستشكال أو رفض نقض ورفض طعون جامعة دمنهور.